هو حديث هذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، لكن بترتيب فيه بعض الاختلاف بين هذه الأمور. والغريب في هذا الحديث أن سفيان بن عيينة يعني قال إنه هو الذي ذكر إحدى هذه الأمور الأربعة وكأنه نسيها. فعلى كل حال الأمر واضح كما ذكرت في الحلقة الماضية. بالنسبة لدرك الشقاء، يعني الشقاء معروف يعني خلاف السعادة، فتعود من أن يدركه، أن يلحق به الشقاء، كأنه دعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعله شقيا. وهذه أدعية الأنبياء جميعا، قد ورد في القرآن ذلك. فمسألة درك الشقاء سواء بفتح الراء أو بإسكانها، درك الشقاء أو درك الشقاء، يعني روايتان، فمعناها دعا النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل ألا يلحق به الشقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي مسألة لابد أن يتعود منها الناس جميعا. المسألة الأخرى شماتة الأعداء، وهي مسألة أوضح، يعني أن يشمت بك الأعداء معناها أن تنزل بك المصائب التي يتمنى العدو نزولها بك، أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من هذه المصائب حتى لا يشمت الأعداء بك، كما هو حال المسلمين اليوم، فقد شمت الأعداء بنا. نعم، نحن أصابنا من البلاء ومن الفرقة ومن غير ذلك من الكوارث ما كان سببا لشماتة الأعداء بنا، من أولهم إلى آخرهم. وكان يتعود من سوء القضاء ألا يقضي الله سبحانه وتعالى عليه بسوء، بل لا يقدر له ولا يقضي عليه إلا بالأشياء الحسنة، فيتعود كان من سوء القضاء. ومن جهد البلاء، البلاء هو الاختبار والامتحان. نعم، فيعني الامتحانات هذه هي تصيب المسلمين بصورة عامة، ومعروف أن البلاء ينزل بمن كان يتحمل ذلك وأولى الناس بذلك، بل الذي حدث هو الأنبياء والرسل. لكن يعني البلاء بالنسبة للشخص الذي لا يحتمله يكون مصيبة، لأنه قد يسبب له في أشياء أخرى، يتضايق أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك من المستحسن أن يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى أن ألا يختبره، ألا يبتليه بقضية سوء القضاء. هذه الأشياء، عفوا، من جهد البلاء، أي المختبار الذي يجهد صاحبه ويضيق عليه ويشدد عليه. هذه المسائل الأربعة التي وردت في الحديث التي سأل عنها صاحبنا. نعم.